السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أعزائنا المشاهدين متابعي بيت القصيد في كل مكان، حيا الله أهل الرافدين. مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة من بيت القصيد اسمحوا لي أن أرحب بضيفي هنا في الاستوديو. معنا الشاعر الكبير الدكتور جاسم محمد جاسم العجة. أهلا بك دكتور، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. أهلا ومرحبا أستاذ مصطفى، أشكرك وأشكر الإخوة والكادر في قناة الرافدين على هذه المقابلة. نحن الأكثر سعادة بتشريفك لنا دكتور جاسم. دكتور جاسم، بدقيقتين أو كما تحب، تعريف بنفسك للجمهور العربي قبل الجمهور العراقي، وأنا أعلم أنك محاضر أو دكتور في جامعة الموصل، تفضل. بكلمتين أم بدقيقتين؟ خذ راحتك بدقيقتين، وإذا أردت أن تفعل ما تحب فالوقت كله لك. أنا دكتور جاسم محمد جاسم، أستاذ جامعي بدرجة أستاذ في كلية التربية الأساسية قسم اللغة العربية بجامعة الموصل. أكتب الشعر وأدرس مادة علم العروض التي هي ليست من اختصاصي لكنها ألصقت بي، لأنني على ما يبدو حققت شيئا جيدا في تدريسها، ولدي الكثير من التسجيلات على صفحتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب فيها دروس تعليمية لهذه المادة. شاعر لي 6 دواوين والسابع على وشك الإنجاز أيضا. ما شاء الله. نقديا لي 3 كتب نقدية، 2 منهما هما رسالتي للماجستير والدكتوراه. وفي الطريق أيضا عند الطباع كتاب زجاجة العراف، أيضا مجموعة قراءات نقدية في الشعر أو عموما الأدب العربي الحديث. جميل جدا، نرجو لك تمام التوفيق دائما. دكتور، جئت على الحديث عن عروض الشعر، هل هذا يكفي حتى يكون الإنسان شاعرا؟ رأيك الشخصي في ذلك؟ فلنذهب إلى منبع العروض، الخليل محمد الفراهيدي، يعني كتب مجموعة أبيات فلامته الناس فتوقف، فقالوا له يعني يفترض أنت أكثر الناس علما بآليات الكتابة الشعرية، على اعتبار أنه العروض هي آلية من آليات كتابة الشعر وليست هي الشعر. نعم. فقال مقولته المشهورة عن الشعر، قال يأباني جيده وآبى رديئه، بمعنى أن هناك فرق بين من يقود سيارة وبين من يعرف في ميكانيكية اشتغال هذه السيارة. إن صح التشبيه، الخليل بن حمد الفراهيدي كان يعرف بميكانيكا طريقة بناء البيت الشعري. جميل. لكنه ليس بالضرورة أن يكون سائقا ماهرا. إذا رجعنا إلى عبد الرزاق عبد الواحد، سئل مرة قال أعرف في بحر طويل وفي بحر كذا لكنني علم العروض لا أتقنه. المسألة مسألة السماع. رحمة الله عليه دكتور عبد الرزاق عبد الواحد ما كان يعرف بالعروض، ما في يعني كان يكتب سماعيا في لقاء، يعني ما يعرف بالعروض معرفة المختص، يعني تسأل عن زحافات وعن علل وعن حيثيات أو دقائق هذا العلم، يقول هذا غير مطلع عليه بنسبة عالية. يعني ويعني حتى احنا لو رجعنا حتى إلى طبيعة الكتابة الشعرية، العروض كان أولا أم الشعر كان أول؟ هي للشعر بالعروض استنبط الخليل بذكاء وبفطرته السمعية، أذنه الموسيقية المميزة، وهو رجل علم يعني يكاد يكون حتى كتاب العين، في عندما ألف كتاب العين كان مختلفا في طريقة بناء المعجم، اعتمد الجانب الصوتي. الرجل استنبط علم العروض من الشعر العربي. نعم. إيه، فهذا مع أن الشعر دائما الشعر أسبق، ومعرفة خفايا أو دقائق التفعيلات، دقائق البحور، هذا علم أوجده الخليل، لكنه لا يصنع شاعرا بالنهاية. كثير من الشعراء حتى على مستوى الكتابة أحيانا أكتب القصيدة بعد 4-5 أبيات أفكر أنا على أي بحر كنت أكتب، يعني ما أخلي البحر أمامي وأنا أكتب، وإنما أترك الفكرة تلبس البحر الذي تشاء. أحسنت. إلى أولى القصائد التي ستلقيها علينا في هذه الحلقة المميزة حقا من بيت القصيد، ولك أن تختار ما تشاء. أعزك الله، إحنا عندنا مشكلة في أنا عندي مشكلة في مسألة في الحفظ، أحفظ لغيري كثيرا لكن لنفسك لا تحفظ. لا أحفظ والله، وهكذا أنا وهكذا كثيرون، كلنا ذلك الشاعر. أحفظ لنفسي لكن أحاول أن أستذكر. تفضل. ما حددتني بموضوع. اقرأ ما تحب. لدي قصيدة يعني ممكن أن
تتحدث عن دور الشعر في المجتمع تفضل. وما يمثله الشعر بالنسبة للشاعر. قصيدة أقول فيها: أتلفت في دربك الأيام والحجج، وجئت أبغي عندك الحجج. أتلفت في دربك الأيام والحجج، وجئت أرجو، وجئت عينيك أرجو عندك الحجج مسافرا، والعكاظيون موطنهم ظهر الحروف التي ما ملت السرج. تاهوا، فهبني يدا بيضاء أرسلها للغارقين بهذا التيه خيط رجا. الله الله. يا سادتي، في طفل كيف أمنعه عن قول ما دار في فكري وما اختلج. يا سادتي، ما يضير الناس في رجل يصادق الكامل المجزوع والهزج. في جيبه سكر الأشعار يطعمه ثغر الجمال الذي في شكره لهج. إن امرؤ القيس قد مال الغبيط به، فضيع التاج في لذاته فشجى. الله. زرت المعري وكان الحبس ثالثنا، حدثته عن جمال الكون فانزعجا. ومر بي صوت كعب فوق راحلة يشكو سعادا ويقرى للذي نسجا. سألت: ما المدح يا شيخي؟ فوشوشني عن هاجس لج في جنبيه واعتلجا. سألت: ما المدح؟ سألت: ما المدح يا شيخي؟ فوشوشني عن هاجس لج في جنبيه واعتلجا. إن المديح إذا لم تسم غايته ألفيت كل مديح المادحين هجا. فها أنا قطرة من بحرهم بدمي، بحر الخليل وبحر اللوعة امتزجا. فعدت أختال في وجه الظلام وقد ملأت زوادتي من خيرهم وهجا. يا موثقية إلى خيرات دوحتهم، إني السجين الذي لا يطلب الفرج. إني السجين الذي لا يطلب الفرج. يا موثقية إلى خيرات دوحتهم، إني السجين الذي لا يطلب الفرج. أتيتكم وعفاريتي تلاحقني طفلا إلى أمه قبل المغيب لجا. فطفلا إلى أمه قبل المغيب لجا. أسري فإن فكرة في النجم تغمز لي، أفردت أضلاع صدري نحوها درجة. الله. أشيع في الناس أن الشعر عافية فيهم، أن الشعر عافية فيهم، وأن جنون الشاعرين حجة. الله الله، ما أعظم هذا النص دكتور جاسم. ربما يقودني إلى سؤال لابد منه في مثل هذه الحلقة: أكثر ما تعانيه لغتنا العربية في هذه الأيام بحسب متابعتي؟ أكثر ما تعانيه اللغة، يعني هي معاناة أهل اللغة أكيد ستنعكس على اللغة. نحن الواقع الثقافي العربي عموما، يعني يوميا نسمع أنه الدولة الفلانية خرجت من التصنيف العالمي للتعليم، وخرجت يعني قد ربما تكون المسألة عالمية نوعا ما، يعني عالميا حسب ما نقرأ من إحصاءات أن مستوى التعليم انخفض، رغم يعني شيء عجيب، رغم أنه التكنولوجيا أباحت لك أن تدخل إلى أكبر مكتبة بالعالم في العالم بضغطة زر. صحيح. لكن يبدو أنه أن لهذه يعني لهذا التطور التكنولوجي أيضا سلبياته. صحيح. الذي يجعلك تمر على المعلومة مرور المتذوق فقط، تتذوق معلومة من هنا وتتذوق معلومة من هنا، وبالتالي أنت لا تشبع، على خلاف ما كان كنا نلتهم الكتاب التهاما ونعاشره معاشرة طويلة ويترسخ في ذهننا. حتى على مستوى ما نرى في مواقع التواصل، أحيانا أصبح مزاجنا أن القصيدة إذا كانت 10 أبيات تعبر ما نقرأ، لا نقرأها، نتجاوزها. إيه نقرأ للشاعر، يبحثون عن القصائد الساندويتش إن صح التعبير. الهايكوفن صيني قديم موجود من زمان، لماذا بدأ ينشط في هذه الفترة؟ لأن يعني الإنسان ملول؟ أكيد. ويأسف عن القراءة؟ أكيد. هي ليس يعني أنت على الفيسبوك، على التويتر، على يعني أشبه دائما الناس كأنه يبحث عن شيء لا يعرف ما هو. نعم.
لكن هذا التكيف دكتور يعني مع الجديد مما ينشر الأبيات القصيرة أو الهايكو كما تفضلت، ألا يمكن أن يكرس فكرة يعني العزوف عن اللغة، الابتعاد والنفور من الشعر العربي الذي هو موروثنا الجميل؟ ما رأيك في ذلك؟ تبقى يعني في إلى قبل التطور التكنولوجي السريع الذي حدث وأوجد عندنا الإنترنت، أوجد اللغة كانت تدرس بطريقة أكاديمية ممتازة، كانت مسألة أخرى نلاحظها أحيانا يعني كثرة معاشرتنا حتى إحنا كأكاديميين للخطأ أحيانا بدون وعي، ممكن أن تكتب منشور تشوف بخطأ تراجعك على كيف أخطأت هذا الخطأ، يبدو أن معاشرتنا الكثيرة لما هو خطأ قد جرنا أيضا إلى خانة. نعم المسألة هذا وارد فيها، من يعاشر الصح يبقى صحيحا ومن يعاشر الخطأ ممكن أن يتأثر الله إلا ما رحم ربي. إلى قصيدة جديدة الآن كلنا شوق. قصيدة جديدة كان لي جديدا قرأته في مهرجان الجمعية الدولية للشعراء العرب في إسطنبول، نعم، لكن أتصور أن لي لابد من جديد آخر. الجديد موجود لكن أنا لك ما تحب، اقرأ ما تشاء. كما قلت لك مشكلة عندي في مسألة الحفظ. هذه من الجديد. تفضل. أقرأ لك قصيدة وللحب المشاهدين، قصيدة وللحبري وعود البن. وعود البن. قل آت آت ولا موعد، ماش ولا جهة. الله الله، أعد. آت ولا موعد، ماش ولا جهة، أتعبت ظلك والأنحاء موحشة. لأين تمضي قناديل الدروب غفت، وأين تذهب والآفاق مبهمة، عريانة ذكريات الغائبين على رف الشتاءات والأيام باردة. وأنت يا شتتي والريح ترصدني، لأين تمضي بريش العمر يا شتت يا شوق، أسماؤهم للآن في شفتي، يا شوق ناديت كم ناديت ما التفتوا، كسبت من قسمة الخيبات مجملها، لهم غيابي ولي ما أورث العنت. الله، أعد يا دكتور. يا شوق، أسماؤهم للآن في شفتي، يا شوق ناديت كم ناديت ما التفتوا، كسبت من قسمة الخيبات مجملها، لهم غيابي ولي ما أورث العنت، أسماؤهم خرزوا المسباح في لغتي، فكيف ثاروا على المسباح وانفلتوا. يا الله. أسماؤهم خرزوا المسباح في لغتي، فكيف ثاروا على المسباح وانفلتوا، كيف انحنت نخلتي في درب منجلهم، ومن حنت لمرور الجوع سنبلة. كيف انحنت نخلتي في درب منجلهم، ومن حنت لمرور الجوع سنبلة، لقنت في حبهم درسا كسرت به، حتى تعلمت أن الحب مدرسة، يا سيد الناي موهوما بنغمته، إلى ما تنفخ ما في الناي أغنية، إلى ما تنفخ يا سيد الناي موهوما بنغمته، إلى ما تنفخ ما في الناي أغنية، المسرحية مشكوك بمخرجها، ووحده الشك كان المخرج الثقة، يا الداخلين إلى صوتي بخنجرهم، والصاخبين بحيث الروح وادعة، إن لم تموتوا فناموا لحظتين، ففي نوم الشياطين ترتاح الملائكة. هذا الصباح حميمي وقهوته، فنجانها بعد لا تدري به شفة، دلل شفاهك لا شيء فتخسره، إلا رضاك فوقت الدمع مضيعة، فتش ففي وعد هذا الغيم متسع للورد، إن وعود الغيم صادقة، في الخارج المطري الآن سيدة تكتظ بالشعر صمتا وهي ماشية، هي البدايات للكف التي غزلت ثوب المجاز وما صاغت مخيلة، فاترك مظلتك السوداء مغمضة. الله الله.
فاترك مظلتك السوداء مغمضة، إن الحياة مواعيد مبللة، وارشف قليلا قليلا كي تعيد دما للروح حيث شفاه الروح ناشفة، واترك تعاريج هذا البن، واترك تعاريج هذا البن سائبة، وارحل فقارئة الفنجان كاذبة، إن أضرب التين والزيتون عن ثمر فلي بخيرات هذا الصدر مائدة، غدا سينهزم الرمان من دمه خوفا، وتخلع ثوب الموز أنملة، من يقنع الشعر ألا شعر نكتبه، إن غادرت أبجديات الندم امرأة، الله الآن أحلف والألوان تشهد لي أن السماء بلا عينيك داكنة. الله الله لا فض فوق دكتور، لعل هذا النص العالي لغة وبيانا وسحرا وبديعا ربما يقودنا إلى سؤال مختلف، ما هو دور الشاعر للارتقاء باللغة ويعززها في نفوس المتلقي؟ الأستاذ مصطفى، أنا تقديري أنه الشاعر عندما يكتب يعني لا ينبغي أن نطلب منه أن يكون حارسا على اللغة وأن يكون مطلوب منه أن يكون صادقا مع نفسه أولا، أن يكون ممتلكا لأدواته، إذا حقق هذين الشرطين من الطبيعي أنه عندما يقرأ على الجمهور، الجمهور هو الذي سيراجع لغته ويقيسها بمقاييس الشعر، بمعنى أنه ليس يعني ليس المطلوب من الشاعر أن يرتقي باللغة، الشاعر يقول ما يحس به، لكن المطلوب منه أن يتقن أدواته قبل كل شيء. حسنت. تبقى المسألة كيف الجمهور يتعامل مع المدهش في الشعر، مع طريقة توظيف الشعر للغة، هنا يعني المسألة أو الكرة فلنقل هي في خانة المتلقي أكثر من كونها في خانة الشعر نفسه. حدثنا الآن عن القيم التي ترى أنه لا بد من حضورها في الكثير من النصوص من أجل الحفاظ على الهوية، على الإنسانية وغير ذلك من القيم المشتركة بين أبناء المصير الواحد. يرجع سؤالك يرجعنا إلى مسألة الفن للفن أم الفن للحياة، وهذه الجدلية التي صحيح. قل ما تحب. أرجع وأقول أن الشاعر لا ينبغي أن يكون تصوري يعني عن الشعر، ينبغي أن لا يكون يعني لا يجعل من نفسه حارسا لقيمة معينة أو حارسا، الشاعر فليظهر قيمه، يعني مطلوب من المجتمع أن يربي الشاعر تربية صحيحة لكي يكون الشاعر صدى لهذه القيم. فيعني ليس من المعقول حتى أن الشنفر الأزدي مثلا نقرأ في التاريخ أنه شنفر الأزدي في لاميته المشهورة كيف انسلخ عن المجتمع، حاول أن يفعل شيئا، أن يثبت قيمة معينة في المجتمع، المجتمع لم يستجب، تركهم. عندما يقول وهل أنا دريد بن الصمة أتصور أيضا، حاول كثيرا أن يصلح ذات بين أهله صحيح. فقال الأبيات المشهورة تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا، فقلت عبد الله ذلكم الردي، إلى أن يصل في القصيدة إلى أن يقول وهل أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي. ما معنى هذا؟ معنى أن الشاعر قد تكون له أيديولوجيا معينة يريد أن على أساسها ممكن أن يعني يسعى إلى تغيير مجتمع، لا شك أنه الشاعر في النهاية إنسان ويرى قيم مجتمعية هابطة يحاول أن يغيرها إلى ما هو أعلى، لكن إذا لم يسعه أن يفعل أو لم يسعه أن يستطيع، حسبه أن يترك الكلمة ويمضي، جيل أو جيل آخر ربما قد يعني تقدح كلمة معينة في نص معين قيمة كبيرة ممكن أن تتربى عليها أجيال. في عدا ذلك لا يمكن للشاعر أن يكون مصلحا سياسيا. أحسن. ينبغي على الشاعر أن يهتم بفنه أولا، وعن طريق الرسالة الفنية يعتلي بذوق المجتمع، تحقق عند الناس نوعا من الوعي بالجماليات، ربي المجتمع جماليا من خلال الشعر ستنتج مجتمعا صالحا لا شك، رغم أن هذا الكلام قد لا يروق لأفلاطون وأرسطو الذين أفلاطون تحديدا الذي طرد الشعراء من جمهوريته على أساس أننا لا نحتاج إلى الشعر ما دامت الجمهورية
التي افترضها أفلاطون هي جمهورية متكاملة لا تحتاج إلى مصلح. فإخراج أفلاطون للشعراء من جمهوريته لم يكن هجوما على الشعراء أو كرها على الشعراء مثل ما يفهم أحيانا، نعم، وإنما قالوا انتفت الحاجة، الجمهورية التي أبغي أن مثالية أن نعم وصلت إلى المثالية بحيث لا تحتاج إلى مصلح، لا تحتاج مصلحا. لذلك يعني كثيرون من يظنون أن أفلاطون طرد الشعراء من الجمهورية. يا أخي هو ما طردهم من الجمهورية لأنهم سيئين، نعم، طردهم ومو طردهم إنما استغنى عنهم لأن الجمهورية التي في ذهنه لو شكلت على النمط الذي يريده هو ستكون جمهورية لا تحتاج إلى شاعر مصلح ولا إلى. أحسنت، لكن أنا نحتاج إلى شاعر جاسم مجددا وقصيدة مختلفة هذه المرة، إلى الشعر من جديد، تفضل. ماذا ستقرأ؟ قلت لك أنا من ديوانك، مشكلة الحفظ. هذا ديواني الأخير، إملاءات لأصابع العشب، وضعته مؤخرا. وهذا الديوان اشتغالي كان فيه أنه قسمت قصائد تخص المدن اللي زرتها، سميت يعني جميل. بالداخل راح تشوف ثلاث عناوين: الشاعر وإملاءات الكحل، هذه قصائد غزلية. الطائر وإملاءات الغصون، هذه قصائد تخص المدن اللي سافرت عليها. وقصائد أخرى، الجزء الآخر تخص الجانب الروحي، سميتها العاشق و العاشق وإملاءات الروح. تمام. لأن هذه القصائد تكاد تكون كلها في مديح النبي عليه الصلاة والسلام في القيم الروحية. عندي قصيدة تخص اللغة العربية أيضا، قصيدة أغنية الفرس. أسمعنا المدحية إن كانت متوفرة. في المديح النبوي أم نعم ما تحب، من الجميل لو بريد الندى. تفضل. قصيدة نبوية هذه في مديح النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الفن أنا يعني لا أكاد أن أعتبرها نوع من زكاة كل ديوان، أن تكون في كل ديوان لي قصيدة في مديح النبي عليه الصلاة والسلام. أحسنت. قصيدة بريد الندى، هذه القصيدة طويلة، سأحاول أن أختصر فيها على قدر ما يسع الوقت. الكاف ساكنة وطيف كنونها، للفكرة العذراء أيضا طينها، ويدي وصلصال القوافي قصة طالت على الصبر القليل شجونها، هي قصة المدح التي أيامها ركضت وضاعت كالسراب سنينها، سفر مديحك والقصيدة ناقة لم ينقطع شوقا إليك حنينها. الله. سفر مديحك والقصيدة ناقة لم ينقطع شوقا إليك حنينها، فإذا كبت قبل الوصول فحسبها أن هام فيك بيانها ومبينها. عظيم. الكهف منذ الكهف حضن حقيقة، وجبال بعض الأنبياء عرينها، كون هو الجبل الذي آخيته، والغار مرحمة وأنت جنينها. الغار، من في الغار؟ قالوا ركعة، ثغر يسبح، سجدة وجبينها، توق إلى رب الشآبيب التي وعد الخليقة بالمكارم سينها. اقرأ، سنلقي في إهابك كلمة أنت الجدير بها وأنت أمينها. الله، الله عليك. اقرأ، سنلقي في إهابك كلمة أنت الجدير بها وأنت أمينها. ميعادك الأقصى ستلقى قبة شخصت لمسراك المهيب عيونها. ميعادك الأقصى، ميعادك الأقصى ستلقى قبة شخصت لمسراك المهيب عيونها. الليل صاح والنجوم جآذر متعلقات بالبراق جفونها. للهاشمي الآن أن يرقى إلى حيث الجلالة ظاهر مكنون. الله. حيث الجلالة ظاهر. للهاشمي الآن أن يرقى إلى حيث الجلالة ظاهر مكنونها. يا صاعدا حيث الزجاجة ناصع مصباحها، ومبارك زيتونها. الله. جملت أروقة الكمال، وطالما وسم المكانة بالجمال مكينها. عظيم، عظيم. أرخت ظفائرها لك الدنيا التي ما أنت طالبها ولا مفتونها. أرخت لك الدنيا جدائلها التي أرخت
ضفائرها لك الدنيا التي ما أنت طالبها ولا مفتونها ما نفس أحمد تنثني لو زينت بالنيرين شمالها ويمينها. عظيم والله. يا زهد من لو شاء يملك كل تيجان الملوك ولو أراد يكونها، لكنها النفس العلية أخلصت للأسودين وأبيض مضمونها. نضاخة بالخير زاهدة على شح النفوس موزع ماعونها، قد تلبس الأخلاق ثوبا طارئا هذا يضيعها وذاك يصونها، إلا محمد فاسمه في سفرها مسك يطرزها شذا ويزينها، أشكوك نفسا ذنبها فرعونها. يا الله. زلت وزين حرصها قارونها، جرت خطايا إلى الهلاك وعزني ترويضها في الصدر أو تدجينها، فاسلك بها سبل الهدى ليفر من زنزانة النفس اللجوج سجينها، وامن على الجذع على الجذع المشوق برحمة واربط، فقد غلب الجذوع أنينها. سأقول للكف المطهرة التي درت وزمزم للحياة معينها، يا سيد الشفعاء هذه أمة قست الضباع عليها وأنت حنونها، شتى مشاربها ولكن روحها ظمأ إليك وذابل عرجونها، روح وإن غفلت وشط بها الهوى فالله مذهبها ودينك دينها. الله الله، ما أجمل هذه القصيدة يا دكتور، صح لسانك. لابد بعد هذه الوجبات الدسمة من الشعر أن نخرج إلى فاصل قصير، ما رأيك؟ ما ترون؟ إلى الفاصل إذن أعزائنا المشاهدين، فاصل قصير ومن ثم نواصل، ابقوا معنا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم، وهذه عودة جديدة رفقة الشاعر الدكتور جاسم محمد جاسم العجة. أهلا بك مجددا. مرحبا. دكتور، وكنا أثناء الفاصل نتحدث عن فكرة القصيدة العراقية، القصيدة الفصحى التي تكتبها في حب العراق. حدثني عما كتبت في حب الوطن، أو لك مباشرة أن تذهب إلى ما تحب من قصائد. وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، يعني اعتيادي. يعني لم يكن العراق وحده هو الحاضر في فيما أكتب، يعني أنا أكتب عن العراق، تأتي الشام وتأتي وحدة عربية، وحدة كل الدول العربية، كل الجراح تجتمع. نعم، وهذا انتمائنا. لكن العراق يظل أبو الجراح أو أبا الجراح ويحتضنها جميعها. خذنا إلى قصيدة عراقية الآن. أحاول أن أستذكر مجموعة أبيات. أبيات عن تفضل لي قصيدة تقول فيها، أنا أبدأ من الموصل وأنتهي إلى في فترة من الفترات، وكنا نحن في فترة الحصار الاقتصادي، عشنا هذه الفترة. نعم. بدأ النوع من التثقيف بين الشباب للهجرة إلى خارج العراق. فولدت فكرة القصيدة، خصوصا خاتمتها كانت تحاول أن تعالج وجهة نظري في هذا الموضوع، لكن بدأتها ب هو غزل، سميه ما شئت. أقول تفضل. عيون الناس قبلتها بتول، هي المرآة والدنيا فضول، هداك الله لو توجت دربي بوصل الموصلية يا وصول. الله، هداك الله. هداك الله لو توجت دربي بوصل الموصلية يا وصول، فما كانت بتول سوى سراب
تموت له من العطش الخيول. تناديني هداك الله أقصر، فليل العاشقين هنا طويل، وأقتل ما يصيب المرء جرح يقال غدا يزول. ولا يزول ولا يزول. الله عليك الله. بتول لقد ملأت الجرح ملحا وهيجت المواجع يا بتول. أنام وأسئل أنام وغربة الوسنى سرير يشاركني به وطن عليل، وكيف أنام إذ دمعي فرات ولي رأس وأسئلتي طبول. يا الله جميل. مضاع يا بتول وألف مضاع يا بتول وألف درب يراوغني ويخذلني الوصول. عراق الله كيف جفاك لون وكيف خبت بشطيك الفصول. عراق الله عراق الله كيف جفاك لون وكيف خبت بشطيك الفصول، وكيف شطبت وجه الفجر حتى تثاءب في دجى عينيك غول. الله. إلى نقول في الأخير أقول إلى أي المنافي يا صديقي، إلى أي المنافي يا صديقي، وهل يجدي عن الذات الرحيل. رويدك ليس في المنفى فرات وما كل المراضع سلسبيل. رويدك ليس غير الكرخ كرخ وعز على رصافته المثيل. مضاع من يقايض نهر شهد بدجلته وإن كرم البديل. الله. فلست أرى القتيل قتيل روح، ولكن من بلا وطن قتيل. قتيل. الله الله. هذا ما أحفظه منها يعني القصيدة طويلة. جميل جدا. لا فضفوك والله ما شاء الله عليك دكتور جاسم. عن العراق رأيا وأمنية ماذا يمكنك أن تقول؟ العراق بلدي، العراق رئتي التي أتنفس بها، العراق حال وحال كل الدول العربية. نتمنى له الرخاء، نتمنى له أن يرجع إلى دوره التاريخي، وخاصة يعني العراق أنتم العالم أدرى بالعراق وما هو العراق ومن هو العراق. يعني لكل دولة ممكن أن تمر بها أزمات تمر بها كذا، لكن أقول في النهاية المجد لوطني والمجد لأهلي والمجد لنخلتي والمجد والحب كله لبلدي الذي أتمنى أن يستعيد دوره الحضاري في أن يكون شعاعا للإنسانية كما كان في عصر بغداد الذهبي الذي ما زالت أشعته تنير على الكون، رغم أن الظروف التي مر بها البلد وكثرة المؤامرات التي اقتطعت قطعة منه هنا وقطعة منه هناك، لكنه يبقى بلدي وأحبه إلى يعني إلى إلى مدى يعني لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذا الحب. يبقى لكل رجل أو لكل إنسان حبه وتعلقه بأرضه التي نشأ بها وتعرف. أحسنت يا دكتور، هذه الأمانة الطيبة لا شك أن كثيرين يشاركونك إياها. دكتور الآن إذا أردنا أن نتحدث بأمر مختلف قليلا عن الشعراء الشباب، وبالعادة وأنت أكاديمي وصاحب باع طويل بكتابة أشعار وإعطاء دورات في العروض، أول ما تنصح به الكاتب الشاب بالعادة؟ يعني أولا من تقول للشعراء الشباب أنت تدخليني في خانة الشعراء الشيوخ يعني؟ أنا شئين لا ولو أنت سيد الشباب كل الشباب. الله يبارك. قصدنا الناشئة أو المبتدئين؟ الناشئة أنا على مستوى تجربتي في التدريس، تدريس مادة العروض وتدريس الشعر ونقده بصورة عامة. نعم. يأتوني بعض الشباب المبتدئين يأتي بالقصيدة، يعني ثمة انبهار أراه مبالغا فيه في مسألة أن يكون الشاعر شاعر صورة فقط. هذا ما دائما يعني أنا على خلاف يمكن حتى أكاديميا مع الكثير من الأكاديميين في أن الشعر لا يعني الصورة فقط، الصورة تكوين من تكوينات الشعر. فدائما أنصح الشباب أقول له أنا ما أريد منك صورة فقط، أريد منك تقنعني بأن القصيدة متسلسلة أولا، الوحدة العضوية والوحدة الموضوعية أحيانا بيت نثري بسيط جدا لكن العاطفة المكتنزة بهذا البيت
ممكن أن تحدث تأثيراً يفوق تأثير الصورة التي أنت تشتغل عليها، وتحاول أن تلوم جوانبها، وتأتي بالتشبيه من هنا، وتأتي بالكناية من هنا، أحسنت. وتحاول أن تشبك أطراف المجاز. اترك، اكتب على سجيتك فلان شاعر جميل وشاعر صورة ناجح، ليس بالضرورة أن تكون أنت مثله، ممكن أن تكون شاعر. يعني خلينا نقارن مثلاً بين الجواهري وبين شعراء الصورة في العصر الحديث. الجواهري عجنه للغة بطريقة أحيانا تقرأ البيت يجوز ما تشوف بصورة شعرية، لكن تشوف هذا التصرف اللغوي، هذا التمكن، هذا الإمساك بزمام اللغة يدهشك. فممكن أن يكون هناك شاعر يدهشك بصنعته ويدهشك بعاطفته، ويمكن هناك أن يكون الشاعر يعول على أنه قصيدتك أو ميزة قصيدتك أنت عن غيرك أنها الإيقاع مالتها يعني كاد يكون هو السمة البارزة. أشتغل على هذا الجانب. فلان الصورة عنده صورة ناجحة وصورة، أشتغل على هذا الجانب. فلان أحيانا التقريرية والنثرية، ليست التقريرية والنثرية بالمعنى بمعنى المحاكمة النقدية، القصد خلو البيت الشعري وخلو القصيدة من رمز عالي وكذا، لكن ممكن أنه أحيانا كلام بسيط جدا نعم يعطيك شعر عالي جدا. حسن. مشكلة الشعراء الشباب في هذا الوقت أنه فاهم أنه التحديث ينبغي أن يكون على مستوى الصورة فقط، وهذا خطأ. القصيدة رؤية، القصيدة تسلسل، القصيدة وحدة، القصيدة استثمار أحيانا ليوميات. هذه اليوميات قسم من الشعراء يستنكف بالمعنى أن يقترب منها على أساس أنها يعني توقع الشعر في السطحية. لا، اقرأ نزار تجد الكثير من اليوميات، اقرأ محمود درويش. يعني محمود درويش لديه الكثير من اليوميات، الكثير. محمود درويش العنوان سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا، يعني هذا لو هذا من اليوم من المألوف، لكن هذه القصيدة كانت نقطة تحول في شعرية محمود درويش. صحيح. إلى أن أتبعها في الأخير بهذا النضج الذي وصل إلى في تقديري إلى أكثر ما وصل في دوائر الأخيرة الجدارية. يعني من لماذا تركت الحصان وحيدا، سرير الغريبة الجدارية، لماذا تركت الحصان وحيدا، لماذا تركت الحصان وحيدا، حالة حصار. هذه الدواوين التي ترى اللغة فيها تتوهج. نعم. وتتوهج أحيانا، وهي تتوهج تعطيك عبارة تقريرية معاشة. يعني عندما يقول قريتي بقجتي على لسان امرأة. نعم. هذه قريتي بقجتي، يعني قد نقولها في الشارع وتبدو لكن محمود درويش لا شيء يعجبني، لا شيء يعجبني، أليست نثرا، لكنها جاءت في سياق. القصد من هذا كله يعني تقديري من خلال تجربتي مع طلابي على الأقل، ومن خلال ما لمست في المؤتمرات وفي الأماكن الثقافية التي أحضرها، أن الشعراء الشباب علموا أن يعولوا كثيرا على مسألة الاشتغال على الصورة. أنا في تقديري لا، أنت تحتاج إلى لغة. نعم. تحتاج إلى ذكاء في الالتقاط، لأن الشعر يأتي يعني للقصيدة منبعان. المنبع الأول الالتقاط من الواقع، المنبع الثاني هو ماذا؟ هو أن تأخذ هذا الملتقط وتركبه. الآن سنذهب إلى قصيدة، بعده سنذهب إلى مواقف ربما تكون عشتها في شارع المتنبي. قبل شارع المتنبي إلى قصيدة. لا تفكر في المواقف، فكر في القصيدة الآن. تفضل دكتور. القصيدة سأقرأ لك يعني من الغزل الذي أحفظه. تفضل. قصيدة لا أدري لاقت رواجا جيدا، خصوصا بين يعني المرحلة العمرية التي كنت بها عندما كتبتها، يعني هي مرحلة الثانية دراسة الكلية في المرحلة الثانية. تفضل. أقول فيها أمشي أمشي مع الجرح كالأعمى وأتبع، لأين يمضي بقلبي ذلك الولع. الله. أمشي مع الجرح كالأعمى وأتبع، لأين يمضي بقلبي ذلك الولع. ما لي إذا لحتي يصحو الشوق ثانية، وقصة الأمس في عيني تلتمع. ما لي إذا صدفة ألقاك ثار دمي، وارتج جسمي وراح النبض يرتفع.
مالي إذا صدفة ألقى كثار دمي وارتج جسمي وراء حد دمع مالي إذا صدفة ألقى كثار دمي وارتج جسمي وراح النبض يرتفع وحق عينيك أبدو ناسيا فرحا ويعلم الله بي آه وبي وجع الله لكنها كبرياء خلفها رجل تغص في حلقه الذكرى ويبتلع. الله الله ما أجمل. يا أيها القلب يا طفلا أعلمه أن يترك العيد والحلوى فيمتنع. جميل جدا. ما عيشة الورد في أرض بلا مطر. ما عيشة الورد في أرض بلا ما مطر. ما عيشة الورد في أرض بلا مطر حتى متى في دروب القحط ننزرع. يا الله. لقد تصورت أني سوف أكرهها وقلت ما عاد لي في حبها طمع. وقلت أغسل أشواقا تلوثني كما تلوث ثوب الطاهر البقع. وها أنا مرة أخرى رجعت إلى نصائح القلب والأشواق أستمع إلى أن أقول في النهاية آمنت في قسمة ظلت تعلمنا أن الطيور على أشكالها تقع وقد وقعنا. فعنك اليوم يفصلني زوج وطفل وأخلاق ومجتمع. الله 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 جميل جميل جدا جدا. أتصور هو هذا الشطر الأخير هذا الاشتغال اللي أقول عليه أحيانا كلمات بسيطة تأخذها من فم الناس ممكن أن بالفعل جميل تضعك في سياق القصة كلها أنها تتحدث عن رجل لم يكتب له النصيب الاجتماع مع محبوبه فاحترم ويمنعهم عن ذلك أنه مرتبط بزوجة وله عيال وله أسرة ومجتمع يحترم عاداته وتقاليده وقبل ذلك دينه وعقيدته. دكتور موقف معين لا يمكن لك أن تنساه حدث معك يوما ما في شارع المتنبي وكثيرا ما تتناوله أو يخطر لك على بال؟ موقف بأي اتجاه يعني مثلا موقف موقف ثقافي موقف رفقة شاعر آخر موقف طريف لك أن تتفضل بطرح الموقف الذي تحب لا خلاف. يعني هو ما موقف مختص بشارع المتنبي بقدر ما هو موقف عام راح أحكي لك. تفضل. عندي صديقي الجميل الشاعر الدكتور حمد محمود الدوخي شاعر عراقي جميل وأستاذ جامعة أكاديمي ورجل له سمعته النقدية والشعرية. كنت كتبت قصيدة خفاش التي ألقيتها في مهرجان الشعر العربي إسطنبول. أي نعم. كتبتها يعني في فترة نعم كنا تقريبا على وشك التخرج من الكلية فأقول فيها دمي مطلعها أقول دمي لمواسم التفاح حقله وعمري حنطة ويداك نمل. يبدو أن هذه الصورة استساغها صديقي الدكتور حمد. فأحدهم أبلغني أن الدكتور حمد كاتب قصيدة يقول أماه سنبولة انتظارك هل تجيء يداي نمل. نحن أكاديميون نعرف أنه مسألة التناص ومسألة لكن هذا لا يخلو أنه هذه لها علاقة بهذه. فرأيته يوم ما قلت له هذه الصورة قريبة من صورتي كذا قال لي ما معناه أنه ذكرتني بموقف صار يعني حمد الدوخي صار عند موقف ويا صديقنا الشاعر الآخر هزبر محمود. هزبر محمود كاتب قصيدة حمد الدوخي ما يأخذ منها تقريبا شطر كامل ومخليها بدون تنصيص. يعني هو شطر ممكن أن يكون مو شرط ما تصور هو خاص جدا ممكن أن يكون توظيف أسطورة وكذا. فقال لي اتصل به زب قال يا دكتور حمد هذا الشطر يخصني أنا. هذا الشطر لي فحمد صاحب النكتة دكتور حمد تحياتنا إلوه لحبيب الشاعر هزب المحمود من هذا المنبر. فقالوا يا رجل نحن كالسمكرية أو كال تحتاج مني مفكاً تحتاج مني فنحن شعراء يعني ممكن أن أعتبروا استعرت شيء سيارتي عطلت أخذت منك مفك يعني تأخذ الموضوع بهذه البساطة. فقال يا دكتور أنا حامد الدوخي ممكن أخذ منك إحنا باللهجة العراقية ممكن أن أخذ منك مفك ممكن أن أخذ منك آلة معينة. فأعتبرها استعارة ومشيها فضحكنا. القصد يعني
يعني هذا التجسيد يكاد يكون فيه نوع من الشعبية لما نعم. يمكن أن نسميه بنظرية التناص، لأن الشعر أحسنت. كله قائم على نعم. مسألة التناص، والتناص أصبح قدرا لكل أحسنت. ما هو مكتوب، فنحن لا نكتب عن فراغ الآن. نعم الآن نريد للختام أن يكون عراقيا، ولو أبيات قصيرة في حب العراق أو في حب الموصل، قل ما تحب. عندي قصيدة عنوانها تسديد شعري لديون سابقة، أحاول أن أستذكر منها. قلت لك أنا مشكلتي في كل لا بأس، لأن الوقت المتبقي حيزه قصير، فربما تكفي هذه الأبيات التي ستلقيها. تفضل دكتور. أقول عنوانها تسديد شعري لديون سابقة، أقصد بها لمدينة. عنوان عظيم، عنوان عظيم جدا. نعم، المدينة لها ديون في رقابتي وحسن. فماذا أقول؟ أقول كحل سريري وجفن العين ملتحفي، لا تسرقوا غفوتي من بادخ الشرف. يا الله. حيث الربيع ولود والمقام صبا، واليردل قاتل في غاية اللطف. يا قاسيا بحصى الهجران يقذفني، ألم أقل لك إن القلب من خزفي؟ ألهبت بي شوق صوفي يؤرقه طيف الحبيب، وسر غير منكشف، حتى رأى الذل للمحبوب مفخرة. الله. والموت في عشقه ضربا من الترف. يا أخت ألف أبي تمام تلهمه سحر الذي ذخر الأجداد للخلف، هل غير أرضك يا حدباء قد عقدت مع النبيين ميثاقا من الشغف؟ يا سلام. هل غير أرضك يا حدباء قد عقدت مع النبيين ميثاقا من الشغف؟ وافيت من قرية سمراء يحملني شوق لوعد الهوى في الشارع النجفي، كعاشقين التقينا يومها وأنا حرف خجول، وكانت قضة صحفي ساقيتها النور من شطآن جامعة لله، كم بذلت نورا لمغترفي. الله. فلحم أكتاف أهل الفضل من يدها سيان، معترف أم غير معترفي. عظيم. لا تعذلي عاشقا يبكي بداخله، وإن تمارى بهذا المظهر الترفي، بي صرخة النورس المطعون أكتمها عمن أحب، ودمعي في الجفون خفي، فكيف أكتب حرفا باسما وأنا طير القصيدة مذبوح على كتفي. يا الله. إلى أن في الأخير أقول هذه حروفي. ما معناه أنه علي أرد ديونا لا ترد، ولو أن أسكب الروح في كأس فترتشي فيه. هذا ما عظيم هذه القفلة دكتور. نعم طويلة هذا. مر الوقت سريعا للأمانة ولم أشعر به. أكيد كانت حلقة جدا ماتعة ورائعة. رفقتك دكتور جاسم، الوقت الجميل في المكان الجميل مع الوجه الجميل يركض لا شك. تسلم ألف ألف أهلا وسهلا بك دائما. ماذا تحب أن تقول في ختام هذه الحلقة؟ أقول في الختام أحبكم جميعا، ونحن كذلك، وأشكركم على هذا اللقاء الجميل. ومن هنا أيضا أود أن أوجه تحية للجمعية الدولية للشعراء العرب التي بسببها كان هذا اللقاء، أيضا لأنها كانت قد بعثت لي دعوة وشاركنا في المهرجان. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى لجنابك الكريم، وشكري وتقديري للأحبة العاملين في قناة الرافدين، وأمل أن نلقاكم في مناسبات أخرى وفي محافل أخرى، وكلنا أمل أنه يكون برنامجكم وهو كذلك فيما أتصور واحة من واحات الخروج بالكلمة الجميلة إلى مصافي. بالقامات أمثالكم يستمر ويبقى هكذا. شكرا لك دكتور جاسم محمد جاسم العجة، شرفتنا، كانت حلقة جدا رائعة، وأرجو أن تكون الحياة كريمة بالقدر الذي يتيح لنا تكرار مثل هذه الحلقة، وعسى أن يكون في العام القادم وجديد القصائد التي لا تنسى منها شيئا إن شاء الله. شكرا لك. هلا سأحفظ كالتلميذ وآتي إن شاء الله. سنتفق على ذلك لاحقا، ولا شك أننا سنلتقيك مرة أخرى. أعزك الله وبارك لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الأسبوع المقبل بحول الله وقوته يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب التمنيات، والسلام عليكم.